تواصل الحملات الدعائية للسادة المرشحين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020. هنكمل متابعتنا، نلقي الضوء وهنركز أكتر على أهم المحاور اللي بترتكز عليها الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العنين، رمز المدفع رقم 10، دايرة الجيزة والدقي والعجوزة. النهاردة هنتكلم عن المؤتمر واللقاء الجماهيري الحاشد اللي اتعمل لتأييد النائب محمد أبو العنين، رمز المدفع رقم 10، دايرة الجيزة الدقي والعجوزة. الحقيقة المؤتمر أو اللقاء كان عنوان للعلاقة اللي بتربط بين النائب محمد أبو العنين وأهله في دايرة الجيزة والدقي والعجوزة. خلوني أقول لحضراتكم أن كل الفئات كانت حاضرة، كبار العائلات، أهالي، شباب، يعني حضراتكم شايفين الصورة اللي قدامنا وفي صور كتيرة. الأجمل أنه الشعار والهتاف اللي كان مسيطر على اللقاء هو صوت هذا الشعار، كان بيقول إيه؟ صوت الجرس مع الأذان، أبو العنين هو الكسبان. النائب محمد أبو العنين خلال اللقاء أكد لكبار عائلات وللأهالي ولشباب الجيزة والدقي والعجوزة أنه في مفاجآت كبيرة الفترة اللي جاية، أيضا في خطة شاملة لتطوير مناطق الدايرة، وأن عمره ما وعد بحاجة في يوم وما عملهاش. أيضا النائب محمد أبو العنين قال رسالة إنسانية جميلة بتأكد قد إيه هذا الرجل مرتبط بأهله في الدايرة. قال لهم أنتم أعز الأحباب وأنا بجانبكم وخادمكم، وأنتم أصحاب قرار ترشحي، وأنا بقول لكم سمعا وطاعة. أيضا النائب محمد أبو العنين وجه رسالة مهمة لأهالي الدقي والعجوزة، تحديدا الدقي والعجوزة، لأن المنطقتين دول أول مرة بينضموا لدائرة النائب محمد أبو العنين، واللي أكد لهم أن انضمامهم شرف لأنهم أخواتنا وأهلنا اللي شرفونا وخدمتهم واجب علينا. وخلال كلمته أكد النائب محمد أبو العنين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبهر العالم وبينطلق بمصر كالصاروخ، وبيقود نهضة غير تقليدية وتنمية شاملة في كافة المحافظات. احنا دلوقتي هنروح مع حضراتكم نشوف جزء من هذا اللقاء المهم، وعايز اقول لحضراتكم بس قبل ما نشوف اللقاء انه ده بداية لسلسلة من المؤتمرات واللقاء